كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. عشت مازيغ توا الله مازيغ درابوا مازيغ كما كتشوفوا هناك واحد العريض امازيغي اللي كان واكب هذه المظاهرات وهذه الوقفات كيفاش كور يقبل على هذه المنتوجات الامازيغيه باش كنساهموا كما كنقولوا في تمزيغ الفضاء. كتشوفوا الاعلام الامازيغيه والرايات والكشكولات كاين اقبالها موقفه طويله جدا كما كتشوفوها من هنا من باب البرلمان هي غاديه تلور ويقبل على الرموز والشعارات الامازيغيه وتحيه نضاليه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.